متابع للفقه الوهابي يجد قفزات محيرة من حرمة قيادة المرأة للسيارة إلى إباحة الاختلاط وإلى آخره، من تحريم الاستعانة حتى بالجندي، كان يفتي الشيخ ابن باز بتحريم الاستعانة بالجندي الكافر، وإذ بفتوى بعد سنتين من هذه الفتوى حين احتاجت أمريكا إلى غزو العراق وإلى دخول البلاد السعودية وإلى وغيرها، صدرت الفتوى من 300 عالم على رأسهم ابن باز بجواز الاستعانة بالمشركين. يعني في الفقه اختلفوا ربما بأن يقاتل مشرك مع المسلمين كفرد، لكن كجماعة وتحت رايتهم الخاصة تقريبا هناك اتفاق. لكن بعد ذلك صدرت الفتوى بالاستعانة ليس بالمشرك فقط، بل بأن يكون هو سيد الحرب وأن نستعين به وإلى آخره. فعلا غريبة أن تنتقل من حالة لا تقبل حتى المسلم المختلف إلى حالة تريد أن تقبل اليهودي والمسيحي والأديان الإبراهيمية. يعني هذا الانتقال الكبير، يعني عادة الانتقال يكون بالتدريج، لكن من حالة لا تقبل أحد إلى حالة تقبل حتى الأديان الأخرى. هذا كله يؤكد فعلا بأن هناك دوائر لا ترتبط بالمنهج الإسلامي بحد ذاته، إنما تنتقي من الإسلام ما يلزمها في المرحلة الراهنة. ولذلك يعني فعلا يعني المتابع لسياسة أو للحركة الوهابية، لتاريخ الحركة الوهابية، فعلا يجد بأن هناك علاقة وطيدة بين مصالح الاستعمار وبين تحركات هذه الحركة والأفكار التي أتت بها وكل الخطوات التي قامت بها.